معهد العلوم والتقنيات التطبيقية لم يقتصر دوره فقط في الجانب الأكاديمي والتربوي، بل تعداه إلى تنمية القدرات ودعم المهارات الشبابية عبر تنظيم المباريات الودية بين مختلف الفرق الرياضية بالدائرة الخامسة. وهذه المباراة التي جمعت فريقي موديرن صاحب اللون الأسود وخصمه أجري تشاد، حيث انطلقت المباراة بحضور عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صالح موسى ومدير المعهد عبد الحليم محمد زكريا مهاجر وجمع من المشاهدين ومشجعي الفريقين. ففي الدقيقة 30 من الشوط الأول سجل فريق موديرن هدفه الأول، وفي الدقيقة 35 عدل فريق أجري تشاد النتيجة بالتعادل هدف لكل فريق حتى نهاية الشوط الأول. أما في الشوط الثاني فلم تتغير النتيجة حتى نهاية المباراة، ومن ثم لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، مما سمح للاعبو فريق أجري تشاد بتسديد 4 أهداف من مجموع 5، بينما ضيع لاعبو فريق موديرن جميع الضربات لتنتهي المباراة برباعية مقابل 0. وبهذه المناسبة عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى أشاد بمستوى اللعيبة والمبادرة الإيجابية في وقت الإجازة. من جهته مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية أبدى رغبته في دعم الأنشطة الرياضية. لكن هدفنا ما كرة القدم بس، علينا هدفنا إديكاسيون يعني ملات التربية والثقافة والرياضة. اليوم المباراة ما لميناكم عشان سوينا سوبر كوب، دارين في مواهب كثيرة. اليوم شباب تشاهدين يلعبوا وما في تسجيل، كلام ده دارين نطور القدرات اللي قلت لكم ده. وللتذكير فإن المعهد سيقوم بإقامة دوريات ودية وحملات توعوية لشباب الدائرة الخامسة، وهذا يدخل في إطار الأنشطة الموسمية للمعهد. 13 ميداليات من مختلف أنواع الميداليات الذهبية والفضية وغيرها هاز بها لاعبو رياضة نامبودو خلال مشاركتهم لأول مرة في الألعاب الدولية لدول السماك التي احتضنت فعاليتها دولة الكامرون في الأيام الماضية. رياضة توجد في البلاد قرابة 20 عاما، وبعد تجهيزات مكثفة شارك لاعبوها في منافسة هذا العام حسب ما أكده رئيس الفيدرالية أمبودو. أما المسؤول الأول بأمر الرياضة أبان بأن ما قام به هؤلاء الشباب يستحق الإشادة والدعم. أنتم إمكانيات ممكن أنتم عشان يجيبوا لنا الثاني مرة كم مرة يقوم يجيبوا لنا الزهب يجيبوا لنا زيادة من الناس الجابة. قبل السنة على حكومة إرفاع وزارة إرفاع هكا وأسا السنة مجم في كومبيتيشن في تورنوا في كامرون وجاب النتيجة حلو مرة، وده كمان يعني أول مرة مجم وأول مرة جاب لنا 13 ميداي، ده يعني حكاية يعني ممكن نقول نصفق فوقها. لكل عمل النتيجة ولاعبو نامبودو قطفوا ثمار أعمالهم في أولى مشاركتهم الإقليمية، رغم أن الرياضة من أصل ياباني ولكنهم تمكنوا من إتقانها بعد تدريبات مكثفة. هذه الدورة تعد أولى مشاركة البلاد وثانية على مستوى منظميها في الأول.